فيلمنا بيبدأ بحرب بين ألمانيا وبريطانيا، والقوات الألمانية الجوية بتضرب عشوائي على المدنيين في بريطانيا، وده تسبب في موت ناس كتير جدا من الأهالي، وعشان كده بدأوا يهاجروا من بلادهم لأماكن تانية هادية بعيدة عن الحرب. ومن ضمن الناس اللي كانوا بيهاجروا عيلة مكونة من 5 أفراد، الأم وأربع أطفال، وهم سوزان وبيتر وإدموند ولوسي. والأم اضطرت تودع أطفالها الأربعة وسابتهم يسافروا لدار رعاية وهي ما سافرتش، على أمل إن جوزها اللي في الحرب ممكن يرجع لها. ولما وصلوا للمحطة بتاعتهم كانت منطقة ريفية، وفي واحدة من الدار واسمها ماكريد وقابلتهم عشان توصلهم لدار الرعاية. ولما وصلوا كانت الدار فاضية وما فيش حد فيها غيرهم والمربية ماكرد والبروفيسور والمسؤول عن الدار، وده كان سبب انهم بدأوا يحسوا بملل بسرعة. وعشان كده لوسي الطفلة اللي فيهم قالت لهم ايه رأيكم نلعب استغماية، فكلهم بدأوا يلعبوا معاه وكل واحد منهم راح يستخبى في مكانه عشان محدش يشوف. فراحت بسرعة الغرفة مقفولة فشافت حاجة محطوط عليها قماش، فشالت القماش من عليها وشافت اللي تحته وكان دولاب، والدولاب كان كبير لدرجة انها كل ما ترجع بظهرها ما بتلاقيش لآخر، لحد ما اتفاجأت بنفسها دخلت لمكان غريب واشبه بمدينة كاملة والتلجية جوه الدولاب، وكان شكلها جميل جدا ولوسي كانت مبسوطة فيها لحد ما اتفاجأت بشخص واقف قدامها فخافت منه وهو كمان خاف منها. والشخص ده كان نصه انسان ونصه اشبه بالحيوان واسمه تومينوس، لكن لوسي ما خافتش منه وحبته. هو قال لها انت دلوقتي في مدينة العجائب نارينيا، وقدم لها الشاي وكانت مستمتعة بيه فحب يزود استمتاعها وبدأ يعزف لها موسيقى من آلة غريبة، لكن كانت بتعمل اشكال في نار التدفئة وكانت جميلة ولوسي مبسوطة لحد ما فجأة ظهر اسد في النار فانطفت وكل حاجة اتطفت معاها. ولوسي راحت في النوم ولما صحيت لقيت الوقت اتأخر، فطلبت من تومينوس يرجعها تاني للمكان اللي قابلها فيه، فرجعها بسرعة وهو حزين وبيعتذر لها لأنه كان بيفكر يسلمها لملكة نارينيا، وطلب منها تهرب بسرعة. فهربت ودخلت الدولاب تاني وخرجت في دار الرعاية، وكانت مفكرة نفسها اتأخرت على اخواتها وخايفين عليها، لكن لقيتهم لسه بيلعبوا نفس اللعبة وكان الوقت ما فاتش منه أي حاجة. فاستغربت وقالت لهم أنا غبت أكتر من 10 ساعات، فاستغربوا هم كمان من كلامها قالت لهم على الدولاب. ولما راحوا يبصوا عليه لقوا دولاب عادي ومفيش فيه اي حاجه غريبه. وبالليل وهو الكل نايم رجعت تاني للدولاب واخوها ادموند راح وراها عشان يراقبها. ولما وصلت للدولاب وفتحته لقت التلج قابلها في وشها، فدخلت واخوها دخل وراها وهو خايف وكان مفكرها بتلعب، لكن اتصدم لما لقى نفسه وقع في المكان التلج الغريب ده، وكمان ملحقش يستغرب كتير لانه اتصدم بحاجه رايحه في اتجاهه، فخاف منها. وفجاه في قزم نزل قدامه ومسكه عشان يقتله، قال له انت ازاي تجرؤ تقطع طريق الملكه الجادة ملكة مملكة نارينيا، وكان هيقتله لكن الملكة أمرت القزم يسيبه فقالت له تعالى اقعد جنبي عشان انت شكلك بردان، وعملت مشروب ساخن من مادة سحرية وقدمته له. وبعد كده قالت له انا عاوز اقابل اخواتك، فقال لها ليه دول حتى ما فيش منهم لازمة، فقالت له حصل لكن انا ما عنديش اطفال وعاوز اتبناهم، وده عشان لما اعينك ملك لمملكة نارينيا اخواتك هيكونوا خدم عندك. ففرح من كلامها ومن فكرة ان اخواته هيكونوا خدم عنده، فقال لها هروح فريرة اجيبهم وارجع لك مسافة السكة. فشاورت له على المكان اللي هي عايشة فيه وقالت له تعالى قابلني هناك وهم معاك، وسابته ومشيت. وفجأة لوسي رجعت ففرحت بيه جدا وقالت له انت كده صدقت اني مش مجنونة صح؟ والبروفيسور قابل بيتر وسوزان وقال لهم ايه اللي بيحصل؟ فقالوا له ان اختهم عندها اعتقاد ان الدولاب اللي فوق سحري وبيدخلها المملكة اسمها نارينيا، فاتصدم وسألهم المكان اللي في الدولاب ده شكله ايه؟ فقالوا له اختنا اللي دخلت واحنا ما نعرفش، فقال لهم لازم تصدقوها لانها مش مجنونة ولا بتكذب. ولما سابهم نزلوا يلعبوا كرة القدم الامريكية، وادموند اتعمد انه يضرب الكرة في شباك المدير، ولما كسروا خافوا وحاولوا يهربوا، فخدهم بسرعة وراح للغرفة اللي فيها الدولاب وقال لهم لازم ندخل هنا بسرعة، واضطروا يدخلوا وراه لأنهم خايفين لأن المدير بيبحث عنهم. ولما دخلوا قفلوا الدولاب على نفسهم فخرجوا للناحيه التانية واتصدموا لما شافوا المكان، ولوسي فرحت وقالت لهم صدقت اني ما بكدبش. وادموند كان مركز على المكان اللي المفروض ياخد اخواته عنده، واتحركوا مع بعض ورا لوسي عشان يروحوا لتومينوس اللي لما وصلت لبيته لقيته متدمر وما فيش فيه حته سليمه. ولما دخلته شافت ورقه مكتوب فيها ان تومينوس اتقبض عليه لانه متهم بالخيانه العظمى للملكه جاديس، لانه ساعد بشريه في انها تهرب من المملكه، فخافوا من اللي قروه وخرجوا من البيت بسرعه، فشافوا قدامهم البتاع ده نقول عليه أنفد، وكمان كان بيتكلم فاتصدموا من كده، وكمان اتصدموا اكتر لما اكتشفوا انه عارف اسمائهم وقال لهم المكان هنا خطر فتعالوا ورايا بهدوء عشان ما حدش يحس بوجودكم. ودخلوا الكوخ وسالوا الانفيد هم ازاي ممكن يساعدوا تومينوس ويحرروه، فقال لهم للاسف مش هتقدروا تعملوا حاجه، لكن في امل واحد وهو انكم تروحوا لاسلان عشان يساعدكم. وادموند ساله ومين اسلان، فرد عليه وقال له ملك الغابه والملك الحقيقي والشرعي لمملكه نارينيا، فاستغربوا من كلامه. والانفيد قال لهم ازاي ما تعرفوش كل ده،
وبدأ يحكي لهم عن النبوءة اللي الكل بيتكلم عنها في مملكة نارينيا، وهي إن في 4 أطفال بشريين وكمان أسمائهم شبه أسماء دول، والمفروض إن هما دول اللي لما يدخلوا مملكة نارينيا سحر الملكة الشريرة جاديس هيبدأ يتلاشى. فحسوا إن الكلام كبير وأكبر منهم بكتير، وعشان كده قرروا إنهم يرجعوا تاني لدار الرعاية، لكن اتفاجئوا إن إدموند أخوهم مش موجود معاهم، وده لأنه خرج عشان يروح للملكة، فراحوا وراها عشان يرجعوه، لكن لما وصلوا له كانوا متأخرين شوية لأنه وصل عند قلعة الساحرة جاديس، فكانوا هيدخلوا وراء لكن الأنفد مسكهم بسرعة وقال لهم ده طعم، ولو دخلتوا كلكم هتموتوا لأن الساحرة عاوزة تقتلكوا أصلا عشان النبوءة ما تتحققش، والحل الوحيد عشان تساعدوه إنكم تروحوا لأسلان وتطلبوا منه إنه يساعدكم. فوافقوا على كلامه وبدأوا رحلتهم عشان يوصلوا لأسلان. وإدموند لما دخل القلعة الملكة اللي أول ما شافته اتضايقت منه جدا لأن إخواته مش معاه، وقالت له أنا قلت لك ما تجيش هنا غير وهم معاك وكانت هتقتله، فخاف منها وقال لها كانوا معايا لكن في أنفد منعهم يمشوا وراي، وأمرت بحبسه. وبعد كده استدعت مورجريم الذئب المخلص ليها وقالت له يجمع القطيع ويطرد الباقي، وهو فعلا جمع القطيع واتحرك لبيت الأنفد، وهم كانوا في البيت والذئاب حاولت تدخل عليهم لكن لما دخلوا ما لقوش حد في البيت، وده لأن الأنفد كان عامل أنفاق تحت الأرض وهربوا فيها ولما خرجوا منها سدوها وراهم، وفجأة في ثعلب ظهر في وشهم وقال لهم أنا هنا عشان أساعدكم ولازم نتحرك بسرعة، لأن أصلا طلب مني أجمع له أي حد ممكن يقدر ينضم للجيش عشان حرب ضد الساحرة، وسابهم ومشي. وأدموند كان محبوس في نفس الزنزانة مع تومينوس وكانوا لسه هيتعرفوا على بعض، لكن الملكة دخلت عليهم وقالت لأدموند أنت شكلك نصاب لأن ذئابي ما لقيتش إخواتك وكانت هتقتله، فقال لها لحظة واحدة هما تقريبا رايحين لواحد اسمه أصلا، فاتصدمت وسألته فين مكان أصلا، وقبل ما يتكلم تومينوس رد قبله وقال لها إدموند غريب عن المكان وأكيد ما يعرفش مكانه، وفي الوقت ده إدموند فهم إن الوضع خطر فرفض يتكلم وقال إنه ما يعرفش مكان أصلا، وعشان كده الملكة أمرت رجالتها تطلع تومينوس فوق وخدت إدموند معاها عشان تبحث عن إخواته بنفسها. وبيتر وهو ماشي مع إخواته شاف حد بيطاردهم بسرعة، والأنفد اعتقد إن دي الملكة الساحرة فخافوا وهربوا، لكن اكتشفوا إن اللي بيطاردهم يبقى حاجة شبه بابا نويل وكان محمل بالهدايا، وإدى لوسي مشروب سحري لو شربته هيشفيها من أي ألم مهما كان قوته، وإدى لسوزان قوس وقال لها ده مميز لأنك لو وثقت فيه عمره ما هيغلط في إصابة هدفه، وكمان إدى لبيتر سيف قوي جدا وقال له ده الوقت المناسب عشان تستخدمه، وبعد كده ودعهم ومشي. وهم كملوا رحلتهم عشان يمشوا على النهر المتجمد، لكن سحر الملكة بدأ يضعف فعلا والنهر اللي كان متجمد من 100 سنة بدأ يسيح، والملكة شافت ان التلج اللي في المملكة بدأ يسيح فعرفت ان سحرها بدأ يضعف، والذئاب وصلت لها وهم معاهم الثعلب وقالوا لها ده خاين وساعد البشر عشان يهربوا فجمدته وبكده تعتبر قتلته. وبيتر وصل هو واخواته للمكان اللي اسلم معسكر فيه وكان معاه جيش عملاق من الكائنات اللي نصها بشر ونصها حيوانات غير حيوانات تانية كتير انضمت لجيشه زي الدببة والنمور وغيرهم كتير. واصلا لما خرج يقابلهم كان اسد وهيئته قوية جدا والكل انحنى قدامه، وسأل التلات اخوات فين اخوكم الرابع، فقالوا له اتقبض عليه من ساحرة الجليد، فطلب منهم يروحوا يرتاحوا لان التعب لسه جالهم في الطريق، لكن قبل ما يفكروا يرتاحوا اتفاجئوا بذئبين في وشهم فخافوا وصرخوا بصوت عالي والكل سمعوا، ومعرفش عملوها ازاي لكن قلبوا قرود وطلعوا فوق الشجرة. وبيتر راح لهم بسرعة وكان خايف من الذئاب لكن ما كانش قدامه حل تاني، واصلا وصل ومسك ذئب منهم وقال لبيتر هسيبك تتصرف مع التاني، والذئب التاني هجم على بيتر بغبابه فبالصدفه سيفه قتل الذئب وبكده بقى يعتبر قاتل ذئاب، والكل فرح بيه. واصلا ساب الذئب التاني يهرب وقال لمجموعه من جيشه يطردوه لان عن طريقه هيوصلوا لادموند وينقذوه بدون اي حرب. وبعد كده عين بيتر فارس وقال له افرح هذا انت بقيت قاتل ذئاب، وصدقوا نفسهم والواد برده كان مقتنع بكده، والذئب فعلا دلهم على طريق ادموند فدخلوا انقذوه بسرعه وهربوا قبل ما حد يفكر ينتبه ليهم. وبعد ما ارتاحوا بداوا يتدربوا على استخدام السيف، وسوزان راحت تتدرب على استخدام القوس وشكلها هيجي منها، لكن اتفاجئوا بجاديس الساحره وصلت عندهم لانها عاوزه تقابل اصلا، وقالت له انت عندك خاين وانت عارف ان قانون مملكه نارينيا ان اي خاين دمه هيبقى ملكي، ولو القانون ما تنفذش المملكة هتنهار وهتخلص علينا كلنا لأننا خالفنا قانونها، وطلبت من أسلان يسلمها أدموند عشان تقتله لأنه هو الخاين، فطلب منها يتكلموا على انفراد. وبعد شوية رجعوا التاني وأسلان قال لهم قراره وهو أنه أقنعها تتنازل عن حقها ده مقابل أنه هينفذ لها طلب هي طلبته منه، وأنا لسه بصراحة معرفش هو إيه الطلب ده، لكن لما مشيت ظهر عليه الحزن ولوسي هي اللي خدت بالها من كده، وبالليل حست بيه ماشي من جنب خيمتها فخدت أختها
سوزان معاها وراحوا وراه وطلبوا منه يمشوا معاه، فوافق لحد ما وصل لمكان معين وقال لهم انا لازم اكمل لوحدي، فسابوه يمشي. ولما بعد راحوا وراه لحد ما وصل عند الملكة جاديس وجيشها كله كان بيستهزأ منه، مع انهم ما كانوش يجرؤوا يمشوا من مكان هو مشي فيه من فترة. تخيلوا بقى دلوقتي بيضربوه وبيعاملوه بإهانة، والملكة أمرتهم يربطوه وبعد كده طلبت منهم يقصوا شعره عشان ده يعتبر عار بالنسبة ليه، وبعد كده سحبوه قدامها في منظر مهين وحرق دمي بصراحة معرفش ليه، وهي نزلت جنبه وقالت له انت طلعت مغفل لمجرد انك بتعتقد ان انت كده ساعدت ادموند واني هرحمه من الموت، واحب اقولك انك ضحيت بحياتك بدون اي مقابل، وبصراحة انا مش هنسى بقية حياتي اني زليتك ورمتك تحت رجلي. وكل ده لوسي وسوزان شايفين اللي بيحصل والحزن هيقتلهم ومش عارفين يتصرفوا، لحد ما الملكة اللي مش غلط فيها دي قتلت اسلان وحست بالنصر وقالت لجيشها الفارس العظيم خلاص مات، وطلبت منهم يجهزوا الجيش عشان يخلصوا على الباقي. ولما الكل مشي لوسي وسوزان راحوا لاسلان وهم الحزن مدمرهم فخدوه في حضنهم، وبعد فترة في مجموعة فيران طلعوا على جسمه وبدأوا ياكلوا في الحبل اللي ربطه عشان يتحرر منه، ولوسي طلبت من الاشجار توصل رسالة لبيتر وادموند، والاشجار فعلا وصلت الرسالة وقالت لهم على اللي حصل، وبكده بيتر بقى هو الملك وقائد الجيش من بعد اسلان. وبيتر فعلا جمع الجيش وخد وضع الاستعداد للمعركة ضد جيش الملكة اللي مش هغلط فيها برضه، وكان معها جيش عملاق وفي عمالقة غير حيوانات تانية كتير جدا وكائنات مرعبة وعددهم كبير جدا بالنسبة لجيش بيتر. لكن لما هجموا حصل اللي ما كانوش يتوقعوه، وهو ان في طيور عملاقة في جيش بيتر وهجمت عليهم من السماء وهي شايلة صخور عملاقة وبدأت تضربهم، وكان عددهم كبير وقتلوا كتير جدا من الجيش. وبعد ما خلصوا وقصف الحجارة جيش بيتر هاجم والمعركة بدأت بين الجيشين، وكانت معركة صعبة جدا، وفي نفس الوقت لوسي وسوزان لسه جنب اسلان ومش عاوزين يسيبوه، ولما فقدوا الامل انه هيعيش قرروا انهم يمشوا، واول ما بعدوا عنه الحجر اللي هو كان عليه اتدمر واسلان اختفى ورجع تاني بشكل افضل واقوى وكأنه ما اتخدش، ففرحوا بيه جدا وسألوه ازاي كده، فقال لهم ده اللي بيحصل لما اضحي عشان واحد خاين بدون ما اخون، وهو ده بقى اهم سحر في مملكة نارينيا، وده السحر العظيم اللي الساحرة جاديس ما تعرفوش. وخد لوسي وسوزان على ظهره عشان يروحوا للمعركة، لكن وهو معاه دعم قوي، وفي المعركة في واحدة ضربت سهم مشتعل اتحول لشكل العنقاء وضرب الارض فقسم الجيش بتاع الملكة جاديس لاتنين، لكن استخدمت قوتها السحرية وطفت النار بالتلج بكل بساطة، وبيتر امر جيشه ينسحب بسرعة استدرج جيش الملكة عند مكان معين عشان مجهز لهم مفاجأة، ولما وصلوا فعلا في جيش كبير استقبلهم بالسهوم وقتل كتير منهم، لكن بيتر معرفش يهرب كتير لان في واحد قتل حصانه وجيش العدو قرب منه، عشان كده وحيد القرن دخل فيهم بدماغه عشان ينقذ الملك، وكمان في مقاتل دخل في وسط جيش العدو ودخل في معركة قوية مع الخروف، وده يبقى قائد جيش العدو وقوي جدا، لكن خلص عليه بعد عناء، لكن ما استمرش كتير لانه حب يهزر مع الملكة فمات في ساعتها. واصلا راح لقلعة الملكة واستخدم سحره في انه فك كل الكائنات اللي متجمدة عندها عشان يشاركوا في المعركة، وبيتر اتحصر بعدد كبير من جيش العدو وكان بيحاول يقاوم معاهم لحد ما اخوه ادموند شافه فحاول يروح يساعده، لكن قابل الملكة في طريقه فحاولت تقتله، لكن دمر لها السلاح السحري بتاعها بس هي ما سابتوش وقتلته برضه، وده كان قدام عين اخوه اللي اتجنن فخلص على اللي قدامه وراح للملكة واتدخل معاها في معركة قوية جدا، وطبعا هي كانت اقوى منه بكتير، لكن قاوم معاها لحد ما اصلا وصل، واول ما شافته خافت لانه معاه جيش تاني وعدده كبير جدا فقلبوا المعركة لصالحهم، والملكة قررت انها تقتل بيتر بسرعة، وفعلا بعد شوية محاولات عرفت توقعه وكانت هتقتله، لكن اصلا هجم عليها في اللحظة المناسبة فقلبت فرخة في ايده فكل دماغها بكل بساطة وجيشها هرب، الا المساعد بتاعها حاول يقاوم لكن سوزان اتعاملت معاه وخلصت عليه، وراحوا بسرعة لادموند اللي كان بيطلع في الروح لكن لسه ما ماتش، ولوسي شربته المشروب بتاعها فخف من الالم وتعالج ورجع تاني عادي كأنه ما حصلوش اي حاجة، والحياة رجعت من تاني لمملكة نارينيا والمياه رجعت وكل حاجة بقت طبيعية بدون تلج قاتل للبهجة، والمملكة عينت الاربع اخوات ملوك ليها وكل واحد منهم حكم جزء منها، وبكده المملكة اتقسمت بينهم والكل حياهم وكان في غاية السعادة بوجودهم، واصلا ودعهم ومشي ومعرفش ليه بس هو راح يشوف طريقه، وبعد سنين كتير الاخوات كبروا وكانوا بيتنزهوا في المكان، وفجأة شافوا قدامهم الدولاب اللي دخلوا منه في البداية فقرروا يخرجوا تاني لعالمهم، واول ما رجعوا ليه رجعوا تاني صغار وملهمش اي 30 لازمة، وكمان البروفيسور شافهم لانه كان لسه بيدور على مين اللي كسر الشباك، وبيتر قال له انت مش هتصدق اللي هنقوله ليك، فقال لهم جربوني، وبيبدأ بمرات ملك نارنيا وهي بتولد وجابت ولد، وده كان يوم حلو على المملكة وفي نفس الوقت يوم اسود على ابن اخو الملك.
اللي هو المفروض اصلا هيبقى الملك، لكن لما يوصل للسن القانوني ولما الملك اطمن ان بقى عنده طفل ولد وهيورثه، امر جيشه بقتل ابن اخوه اللي هو ولي عهده، وفعلا كانوا هيقتلوه لكن شافهم وعرف نواياهم القذرة فهرب بسرعة من المملكة، ولان في حراس كتير بيطاردوا قرر انه يهرب عن طريق الغابة المظلمة اللي هي اصلا خطر واي حد يدخلها المفروض انه بيموت، وملحقش يفرح لانه وقع من على الحصان قدام كوخ فخرج له منه شوية اقزام، واول ما شافوه خافوا منه لانه شافهم وكانوا هيقتلوه قبل ما يلمسوه، خد بوك نارنيا ونفخ فيه بكل قوته، والقزم حاول يمنعه لكن كان اتأخر لانه نفخ فيه خلاص. وهنسيبهم ونروح بقى لابطال فيلم الجزء الاول واللي هم اربع اخوات سوزان وبيتر وادموند ولوسي، وكانوا قاعدين في محطة القطر في حالهم، لكن فجأة حصل حاجة غريبة جنبهم والمكان بدأ يتغير ويتدمر من حواليهم لحد ما لقوا نفسهم بقوا واقفين في مملكة نارنيا. واحب اقول لكم اللي ما شافش الجزء الاول فاتوا كتير بصراحة، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف للي يحب يشوفه. المهم ان الاربع اخوات لما لقوا نفسهم في مملكة نارنيا اتصدموا لما شافوا انهم واقفين عند المكان اللي كانوا عايشين فيه وقصرهم مبنية فيه، وصدمتهم مش عشان كده، هي عشان لقوا كل حاجة متدمرة بالكامل، وبسبب ان اللورد ميراس كان عاوز يقتل ولي عهده مجلس المملكة اجتمع عشان يعترضوا على تصرفاته لانهم خايفين يموتوا واحد ورا التاني، لكن اللورد ميراس دخل عليهم وبرأ نفسه من تهمته، قال لهم ان ابن اخوه ما ماتش لانه اتقبض عليه من النارنيين، فضحكوا عليه لان المفروض النارنيين يعتبروا انقرضوا خلاص، فامر الحارس بتاعه يدخل لهم القزم اللي قبضوا عليه، وهو برضو نفس القزم اللي كان هيقتل ابن اخو الملك، والمجلس اول ما شافوا اتصدموا لان القزم ده واحد من النارنيين، والملك قال انا هرد على خطفهم لابن اخويا باني هقتلهم كلهم ومش هرتاح الا لما ارجع ابن اخويا تاني لمكانه، يعني انا نفسي اقتنعت ان هو مصدق نفسه. والاربع اخوات عرفوا ان قصورهم اتدمرت بسبب حرب حصلت، فراحوا المكان سري هم عارفينه وفتحوه نزلوا مع بعض فيه، وده كان قبو الكنوز بتاعهم وكمان متعلقاتهم الشخصيه واسلحتهم وكل حاجه مهمه عندهم. وبعد كده قرروا انهم لازم يعرفوا ايه اللي حصل، وكبدايه شافوا الحارسين دول وهم ناويين يرموا القزم ده في المياه عشان يخلصوا منه، فانقذوه وقتل واحد من الحراس، ولما سألوا القزم مين دول فقال له انهم قبيلة اسمهم تيلماريون، فاستغربوا لان ما كانش في حد بالاسم ده في نارنيا قبل كده، والقزم قال لهم في حاجات كتير اتغيرت وانتم مختفيين بقالكم اكتر من 200 سنة، وفرح جدا لما شافهم وقال اكيد البوك هو اللي وصلكم لهنا تاني. وابن اخو الملك فاق من الغيبوبة اللي كان فيها واتصدم لما شاف ان اللي عالجه مجموعة من النارنيين، فعرفهم على نفسه قال لهم انه ابن اخو الملك واسمه الامير كاسبيان وهو الوريث الحقيقي للعرش لكن لسه ما وصلش للسن القانوني، وعشان كده عمه حاول يقتله عشان ياخد الحكم منه. والاربع اخوات قابلوا دب ولوسي فكرته هيتعرف عليها وهيتكلم زي اي حيوان في نارنيا، فقربت منه لكن هجم عليها وكان هيقتلها، لكن القزم انقذها وقتله وقال لهم ده الوضع بعد ما انتم مشيتوا، والتلماريون احتلونا وقتلوا كتير مننا وعملوا الحيوانات كانها كائنات ما بتتكلمش، فده بقى وضعهم فعلا واغلبهم اتحولوا لحيوانات مفترسه ومتوحشين. وكاسبيان خرج من الغابه مع القزم والسنجاب دول لكن ما لحقوش يتحركوا لانهم لقوا جيش كامل بيطاردهم وبيحاول يقتلهم، ولما حاولوا يهربوا الجيش صاب السنجاب في رجله بسهم، فسلم البوك لكاسبيان وقال له خد ده واهرب لانه اهم مني ومنك. وفجاه في حاجه بدات تتحرك في الارض بسرعه وبدات تقتل الجنود اللي بيطاردهم لحد ما خلصت عليهم كلهم، وبعد كده هجمت على كاسبيان اللي من كتر خوفه وقع في الارض واتصدم لما شاف ان اللي عمل فيه كده فار مقاتل متحدث وكان ناوي يقتله، لكن القزم قال له لا سيبه ده لانه تبعنا، وكمان هو اللي نفخ في البوك، وفجاه الجماعه اللي هم نص بشر ونص حصان ظهروا وقالوا بسبب كده كلنا اجتمعنا من جديد. وكاسبيان اجتمع بكل قادة النارنيان وقال لهم ان المفروض ان هو الملك الشرعي للعرش اللي ورا الغابة، فلو ساعدتوني استردوا اوعدكوا اني هرجع لكم حقكم تاني، وكمان اوعدكوا اني هحقق السلام بيننا، وكل الفصائل وافقت انها تكون تحت قيادته لحد ما يسترد عرشه ويحقق السلام بينهم. والجماعة دول وهم ماشيين شافوا جيش عملاق بيدمر في شجر الغابة عشان عاوزين يوصلوا للنارنيين باي طريقة ويخلصوا عليهم، فقرروا انهم يمشوا من طريق تاني عشان يوصلوا للنارنيين الاول، وبالليل خيموا في مكان عشان يرتاحوا. وتاني يوم لوسي صحيت قبلهم فقامت تمشي في الغابه ولقيت ان الشجر رجع تاني يرقص زي الاول، وكمان اتحرك عشان يفتح لها طريق تمشي فيه، وفي اخر الطريق ده شافت اسلان واقف قدامها وقال لها ان الاحداث اللي بتحصل ما بتتكررش مرتين. وفجاه لوسي صحيت من النوم واكتشفت انها كانت بتحلم، فراحت تاني لنفس المكان اللي اسلان كان مقابلها فيه، لكن اخوها ظهر من وراها ومسكها بسرعه عشان تسكت لانه شاف نارنيين من اللي كانوا اعدائه في الجزء الاول وكان هيروح يقتلهم، لكن كاسبيان اعترض طريقه عشان يدافع عنهم، وحصل بينهم معركة قوية لكن محدش انتصر فيها لان النارنيين كلهم ظهروا حواليهم وعرفوا بيتر، فوقفوا المعركة وتعرفوا على بعض. وادموند استغرب لما شاف ان اتباع الساحرة البيضاء بقوا اصحاب لجيش اسلان اللي هم اصلا كانوا اعداء في الجزء الاول اللي قلت لكم روحوا
تشوفوه وهتلاقوه في الوصف. المهم انهم بعد ما تعرفوا على بعض اتحركوا لحد ما وصلوا المخبأ النارنيين، وكمان هو المكان اللي بيصنعوا فيه اسلحتهم وبيجهزوا نفسهم للمعركة ضد اللورد ميراز اللي طلع بعت وراهم كشافة، وبكده هو خلاص عرف مكانهم وهم كمان شافوا الكشاف، فعرفوا انها مسألة وقت بسيط لحد ما اللورد ميراز يكون عندهم بجيشه كامل. وعشان كده قرروا انهم يهربوا من المعركة، مش عشان خايفين، لا هم هيهربوا لانهم ناويين يستغلوا ان الحراسة على قلعة اللورد ميراز هتكون قليلة فيهجموا عليها ويحتلوها. وبدأوا ينقلوا بعض المقاتلين بجيش من الطيور العملاقة عشان يخلصوا على الحراس ويفتحوا بوابة القلعة، وكمان الفيران بدأت تهجم عن طريق مواسير الصرف اللي في الأرض، وبكده بقى هجوم تكتيكي أرضي جوي ومدروس صح. وفعلا قدروا ينفذوا خطتهم بكل بساطة لأن محدش اتوقع كده نهائي، وكان معهم عنصر المفاجأة. وكاسبيان راح للورد ميراز وهو نام في سريره وهدده بالقتل لو ما اعترفلوش بالحقيقة، وسأله لو هو اللي قتل أبوه أو لا، فقال له أيوة أنا اللي قتلته، لأن قانوننا بيقول إن أي حد محتاج ياخد حاجة بياخد خدها بالقوة. وقبل ما كاسبيان يقتله، مرات اللورد ميراز ضربت كاسبيان سهم في كتفه، وميراز عرف يهرب بسرعة من قدامهم، وراح بلغ جيشه انهم اتعرضوا لهجوم. لكن قبل ما الجيش يجهز، بيتر راح بسرعة عند البوابة وفتح، والنارنيين هجموا على القلعة ودخلوها بكل بساطة، وبدأت بينهم وبين الحراس اللي في القلعة معركة قوية جدا مات فيها كتير من الجيش. واللورد ميراز طلع كان عامل لهم فخ اصلا، ده لانه كان متوقع انهم يهجموا على القلعة، وحاول يقفل عليهم البوابة، لكن في خروف تقريبا هو خروف وقف ومسك البوابة عشان يأمن هروب جيشه. وفعلا في كتير منهم هربوا، لكن مش كلهم، لان في مجموعه اكبر ما عرفوش يهربوا وماتوا كلهم بطريقه صعبه وبدون اي رحمه. واللورد ميراز اتعين ملك رسمي واستدعى كل الامراء اللي تحت قيادته، وكلهم عززوا جيشه بجنود كتير جدا عشان تساعده في حربه ضد النارنيين. وفي قزم من اعداء اصلا قال لكاسبيان انت مش هتكسب المعركه دي غير بالسحر القديم، وكاسبيان وافق على كلامه، فخدوا المكان فيه 2 اشبه بالشياطين، وكانوا مستعدين يخلصوا على جيش كامل لوحدهم. وكاسبيان وافق يتعامل معاهم وطلب منهم يقتلوا له عمه اللورد ميراز، فعملوا طقوس سحريه غريبه، وفجاه فتحوا بوابه كبيره من التلج والساحره البيضاء كانت محبوسه فيها، وكل اللي محتاجاه كانت نقطه دم واحده بس من الدم البشري، وده عشان تتحرر. وفعلا الاثنين دول جرحوا ايد كاسبيان، وكانوا هيحطوا ايده في ايدها عشان تتحرر، لكن بيتر وصل في وقته ووقفهم على اخر لحظه، ودخل في معركه هو واخته مع اتباع الساحره البيضاء. وبعد ما خلصوا عليهم، ادموند دمر البوابه التلجيه فحبس الساحره تاني زي ما هي، لكن للاسف هم ملحقوش يفرحوا بكده لانهم ملحقوش يرتاحوا اصلا، وسمعوا صوت جيش اللورد ميراز بيقرب منهم. ولما خرجوا لقوا الجيش كامل مصطف بره وجهز للمعركه، وعشان يتجنبوا معركه هيموت فيها عدد كبير جدا، بعتوا ادموند للورد ميراز وهو معاه رساله محتواها ان بيتر عاوز يدخل في قتال حتى الموت ضد ميراز، واللي هيخسر القتال جيشه هيستسلم، وميراز ما كانش عنده فرصه غير انه يوافق، لانه لو ما وافقش مستشاريه وقاده جيشه هيشوفوه جبان، غير طبعا انه هيكون خايف من طفل في نص عمره. ولوسي اتحركت مع سوزان عشان يستدعوا اي دعم من الغابه ممكن ينفعهم في معركتهم. ولورد ميراز قبل ما يبدا المعركه قال المساعد بتاعه لو حصل وقت شكلي بقى وحش اقتل الواد ده بسهم وخلصني من الهم ده. وفعلا المعركه بينهم بدات، وكانت شبه معركه قويه، والكل كان بيشجع القائد بتاعه بضمير. ولما تعبوا قرروا انهم ياخدوا وقت بسيط للراحه، وميراز قال للمساعد بتاعه اتمنى تخلص عليه بسرعه وما تصبرش كتير لان اتهنت في الجوله الاولى. وبيتر قال لاخواته يجهزوا نفسهم لان الجماعه دول مش شكل ناس ناويه توفوا بعدها خالص، ورجعوا تاني يكملوا معركتهم. وهم كل واحد فيهم دخل على انه هو اللي هيموت، والمعركة التانية كانت اقوى من الاولى بكتير وقوية جدا، وهم الاتنين اتخرشموا فيها. وفي الاخر انتهت بان بيتر اتغلب عليه لكن رفض يقتله وسابه مشي، وميراز قام وهو حاسس بالاهانة عشان يقتل بيتر من ظهره، لكن حصل العكس، وبيتر خد منه السلاح وطعنه بيه ورفض يقتله عشان يسمح لكاسبيان هو اللي يقتله وينتقم لابوه. لكن كاسبيان رفض يقتله وقال له تقدر تحتفظ بروحك لكن مش هتكون ملك كتير. وفي واحد من مستشارين ميراز راح يوقفه لكن كان قذر وضربه في جنبه بسهم شبه سهوم جيش بيتر. واول ما مات نفس الخاين ده صرخ بصوت عالي وقال على بيتر وجيشه انهم خاينين وضربوا القائد بتاعهم، وبكده المعركه بينهم بدات، وجيش ميراز اتحرك بكل قوته على بيتر والمجموعه اللي معاه، لكن ما لحقوش يوصلوا لان بيتر كان عامل لهم فخ تحت الارض ودمرها من تحتهم. وبكده اول كتيبه وقعت، وكمان اتضربوا بسهم كتير جدا ومات منهم كتير، وجيش النارنيين حاصرهم من كل اتجاه، والمعركه بينهم كانت قويه جدا ومات فيها كتير من الجيشين. ولوسي لسه ماشيه في الغابه وفي جنود بيطاردوها لحد ما اتصدمت باسلان واقف في وشها، فخافت منه في البدايه، لكن فرحت بيه بعد ما دفع عنها من اللي بيطاردوها. وبعد كده استدعى جيش الشجر وخدهم وندمر المعركه، وكانوا اقوياء جدا وقلبوا المعركه بالكامل لصالح بيتر. وجيش العدو لما شاف الشجر بيحارب ضدهم خاف من كده وبدا ينسحب بسرعه، لكن ما لحقوش لانهم لقوا لوسي في وشهم من الاتجاه التاني، وما كانتش لوحدها لان اسلان كان ماشي معاها. ولما حاولوا يهجموا عليهم اسلان فعل سحر غريب في الميه فتحولت لفيضان قوي
قوي جدا وواخد شكل شخص. هو ما نعرفوش اه، بس اهو نفع لانه خلص على الباقي من جيش العدو، وكمان خد البتاع الخاين ده واستفرد بيه لوحده وكله. وبكده بيتر وجيشه هما اللي انتصروا في المعركة. لكن في عندنا مشكلة بسيطة خالص، الا وهي ان الفار المقاتل ده ديله اتقطع في المعركة. تمام. المهم بعد ما ديله اتقطع حس بالعار وكان حاسس ان كرامته اتاخدت منه، وعشان كده الفران اتباعه قرروا انهم يضحوا ويقطعوا ديولهم كنظام دعم نفسي للقائد بتاعهم. شايفين يا جماعه العظمه؟ لكن قبل ما يعملوا كده اصلا لزق له ديل بدل اللي اتقطع، وبكده المشكله تعتبر اتحلت خلاص. شفتوا قد ايه كانت المشكله صعبه؟ المهم ان بعد كده المملكه كلها احتفلت بالانتصار، واصلا فتح بوابه عشان ترجع الاربع اخوات للعالم بتاعهم، وكمان ترجع الباقي من جيش الغزاة للعالم بتاعهم. والاربع اخوات دخلوا منها فلقوا نفسهم في محطة القطر في نفس الوقت اللي اختفوا فيه. المهم يلا نخش الجزء ده اللي للأسف الاربع اخوات للأسف مش متجمعين فيه، لان بيتر وسوزان سافروا لامريكا ومعرفش ليه، ولوسي وإدموند موجودين في بريطانيا وعايشين عند عمهم اللي عنده طفل غتت واسمه يوستس. وسمع لوسي وإدموند وهم بيبصوا على صورة لمركب في نارنيا ومستغربين لانهم شايفين البحر بيتحرك، فقال لهم بطلوا الوهم والخرافات اللي انتوا عايشين فيها دي. لكن فجأة البحر بدأ يتحرك فعلا، والماء بدأت تخرج من البرواز لحد ما غرقت الغرفة بالكامل، والبرواز سحبهم جواه ولقوا نفسهم بيقوموا في بحر نارنيا، والسفينة كانت قريبة منهم جدا، ونزل منها مجموعة علشان ينقذوهم. ولوسي لقت ان اللي انقذها يبقى الملك كاسبيان، وده طبعا صاحبهم. ولما انقذهم الفار هجم على يوستس وكان حابب يلعب معاه مش اكتر، هو تقريبا ما كانش حابب شكله يعني. ويوستس لما قام من تحت الفار لقى بيكلمه وقال له انا كنت بحاول اخرج المياه من الرئتين بتاعتك مش اكتر. ويوستس اتصدم لانه اول مرة يشوف فار بيتكلم، وفضل يصرخ لكن لقى الخروف الغريب ده بيقول له انت عامل ازعاج ليالا، فاغمى عليه خالص من الصدمة. وكاسبيان رجع للوسي وإدموند اسلحتهم وحط الخريطة قدامهم وقال لهم انه وحد المملكة بالكامل، وهي دلوقتي في حالة سلام. وإدموند قال له انت بتبحر رايح فين؟ فقال له علشان استرد العرش من عمي لانه حاول يقتل اقرب صديق لوالدي. ولوسي خرجت تتفرج على البحر فشافت حريات البحر الشفافه دي بتلعب قدامها وشكلها كان جميل. وبعد فتره طويله في البحر وصلوا للجزيره المنعزله اللي هم محتاجين يوصلوا لها اصلا، واستغربوا لما لقوها مش رفع علم نارنيا مع انها المفروض جزء منها وتحت سيطرتها. ولما نزلوا في الجزيره استغربوا لانهم لقوها فاضيه خالص ومفيش اي كائن قابلهم وكانها كانت مهجوره كليا، فحسوا ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. وكاسبيان امر طاقم السفينه انتوا يستناه عند الشاطئ، لو اتأخر يعني يدخلوا يبحثوا عنه. وهو وإدموند ولوسي ويوستس مشيوا في الجزيرة الفاضية لحد ما دخلوا للقاعة الرئيسية، وفجأة في ناس نزلت عليهم من كل اتجاه وحوطوهم، والمعركة بينهم بدأت لكن ما استمرتش كتير، لان في واحد مسك يوستس وهدد بقتله لو اصحابه ما سلموش اسلحتهم، فاضطروا انهم يسلموا اسلحتهم واتقبض عليهم. وكاسبيان لقى معاه لورد يعرفه وهو صاحب ابوه ومحبوس برضه. وإدموند سمع صوت الناس بتصرخ بصوت عالي تحت، فبص من الفتحه وشاف اللي بيحصل، وهو ان في واحد متاخد منه زوجته كانت اسيره وكان بيحاول يحررها، لكن معرفش لان الحراس ضربوه وحطوا زوجته في مركب مع شويه اسرى وسابوهم يمشوا في البحر لحد ما ظهر قدامهم دخان كتير ولونه اخضر، وفجاه اختفوا فيه والدخان اختفى وما عادش ليهم اي اثر. واللورد اللي محبوس معاهم قال لهم البشر بيقدموا قرابين للدخان ده علشان يرحمه، ولحد دلوقتي محدش يعرف الناس دي بتختفي فين، والأسرة كلهم طلعوا علشان يتعرضوا للبيع في المزاد كعبيد. ولوسي اتعرضت للبيع في السوق والكل كان معجب بيها وبيزايد بمبلغ كبير علشان يشتريها، وفجأة وهو المزاد شغال الجماعة التابعين لكاسبيان وصلوا علشان يحرروه، والمعركة بينهم ولما انتصروا عليهم الشخص اللي زوجته اتخطفت واختفت في الدخان راح لكاسبيان وترجاه انه ينضم لهم علشان يساعدوه في انه يرجع زوجته، وكاسبيان وافق يضمه ليهم. ولما رجعوا للمركب يوستس شاف طائر ففكروا بيتكلم، فقعد يتناقش معاه في امور كتير، والخروف شافه فقال له انت ليه بتكلم طائر؟ ويوستس قال له اعتقدت انه بيتكلم شبهكم كده كلكم، انتوا هنا كل حاجه بتتكلم. والخروف اتنمر عليه وقال له العبيط بيكلم طائر. ويوستس سابه نزل علشان يسرق اي حاجه ياكلها، لكن الفار شافه وهو اصلا ما كانش بيحبه من اول ما شافه، اخيرا جات له الفرصه علشان يهينه. وبعد يوم كامل من الابحار وصلوا للجزيره وقرروا ينزلوا فيها علشان يرتاحوا شويه، لكن وهم نايمين بالليل فجاه في كائن اثار رجله ضخمه ومختفي وبدا يمشي جنبهم، وبسبب الكتاب اللي جنب لوسي الكائن ده عرف انها بتعرف تقرا، فقرر انه يخطفها لانها هي اللي مطلوبه، وخدها بعيد عن الباقيين. ولوسي خافت منه لانه مش باين، والكائن قال لها لو ما نفذتيش طلبي هقتل اصحابك قدامك وبعد كده هقتلك.
فقالت له ايه طلبك؟ ففتح قدامها باب مخفي برضه وقال لها في الدور اللي فوق هتلاقي كتاب السحر، كل اللي مطلوب منك تقري تعويذة الاخفاء. ولوسي كانت مستغربة وخايفة لكن دخلت لان ما كانش عندها حل تاني. ولما وصلت عند الكتاب بدأت تقلب في صفحاته، كانت مبسوطة جدا وقرت تعويذة تساقط التلج، والمكان جنبها بقى جميل والتلج بينزل فوقها من كل اتجاه. بس فجأة الكتاب بدأ يقلب صفحاته ولوسي وقفته عند صفحة معينة، وفي دخان اخضر خرج من الكتاب ولوسي رأت الصفحة اللي قدامها عبارة عن تعويذة تحولها لبنت جميلة، فقطعت الورقة وتعتبر سرقتها. ولما بصت على الكتاب تاني لقت تعويذة الإخفاء قدامها فبدأت تقراها. وإدموند ماشي مع كاسبيان وفرقته لأنهم بيبحثوا عن لوسي، وفجأة لقوا في حد مختفي بيهاجمهم وضربهم واتغلب عليهم بكل بساطة لأنه مش باين أصلا. ولوسي خلصت قراءة التعويذة فلقت الشخص ده كان واقف قدامها وفجأة ظهر، وهو اتصدم لما لقاها شايفاه. والجماعة المختفيين دول ظهروا وما طلعوش عمالقة ولا حاجة، هي الفكرة إن عندهم رجل واحدة ووصاية بقى، رجل عاملة شبه المركب. وأول ما عرفوا إنهم ظهروا استسلموا، ولوسي رجعت لأخوها وهي معاها الشخص اللي قابلها. وأول ما شاف الملك انحنى قدامه وقال للجماعة اللي برجل واحدة دول أنا خفتكم علشان أحميكم، لكن ما اقتنعوش بكلامه وسابوه فضلوا يلعبوا. ولوسي سألت الساحر أنت تقصد إيه بإنك خفتهم علشان تحميهم؟ فقال لها بحميهم من الحاجة اللي عايشة ورا الدخان الأخضر. وفرد قدامهم خريطة سحرية وظهرت قدامهم المكان اللي الدخان الأخضر بيجي منه، وكانت عبارة عن جزيرة اسمها الجزيرة المظلمة. وقال لهم الدخان ده بيقدر يظهر لكم في أي شكل أنتوا بتحبوه علشان يشتتكم، وكل اللي هو عاوزه إنه يسرق الضوء والسعادة من العالم، ولو عاوزين تتغلبوا عليه لازم تكسروا التعويذة. وبص للسيف اللي مع إدموند وقال له ده كان هدية من أصلاً، وفي 6 سيوف زيه ولازم ال7 سيوف يتحطوا على مائدة أصلاً، ووقتها في قوة سحرية جبارة هتقدر تتحرر علشان تخلصنا من الشر اللي في العالم. وحذرهم إنهم هيتم اختبارهم كتير في المهمة دي لأن الشر هيكون ليه الأفضلية وهيحاول يشتتهم بكل الطرق، وده علشان ما يحطوش السيوف على المائدة. وفعلاً بدأوا يتحركوا في رحلة بحرية مرعبة لأن البحر كان مضطرب في اليوم ده والمركب مش قادرة تقاوم الأمواج، واستمروا على الحال ده لمدة 14 يوم. والرحلة كانت صعبة جدا ومرهقة، لكن في النهاية وصلوا للجزيرة اللي هم رايحين لها. وأول ما وصلوا لقوا حبل مربوط ونازل في فتحة عملاقة في الأرض، فعرفوا إن كان في حد قبلهم في المكان ده وبدأوا ينزلوا في الفتحة دي عشان يعرفوا فيها إيه. وإدموند شاف بحيرة صغيرة وفيها تمثال ذهبي على شكل إنسان، فخد خشبة وحاول يسحب التمثال بيها، لكن الخشبة أول ما لمست المية بدأت تتحول لذهب صافي. وإدموند خاف ورمى الخشبة من إيده علشان ما يتحولش لذهب زيها. ولما ركزوا في الشخص اللي متحول لتمثال ذهب عرفوا انه لورد من اللوردات اللي معاهم سيوف اصلا، وفعلا السيف بتاعه كان واقع في البحيره جنبه وهو الوحيد اللي مش متحول لذهب، وده لانه سيف مسحور. وادموند استخدم سيفه وطلع السيف التاني بيه لكن البحيره زغللت في عينه وحط صدفه فيها فتحولت لذهب. فبص لوسي وقال لها احنا كده هنكون من اغنى اغنياء العالم، لكن كاسبيان قال له للاسف مش هسمح لك تطلع باي حاجه من مملكه نارنيا للعالم بتاعك. وهما الاتنين مسكوا في بعض وبدأوا معركة، ولوسي لحقتهم وفصلت بينهم وقالت لهم المكان هو اللي مسيطر على عقولك. ويوستس ماشي لوحده في الجزيرة وفجأة لقى كل الذهب ده قدامه، وطبعا يعني عينه زغللت زي كده بالظبط وما قدرش يقاوم نفسه. المهم ان يوستس وهو فرحان بالذهب شاف جثة قدامه فساب كل حاجة وخد الذهب اللي في ايده الجثة ولبسه. فعلا الانسان ده طماع، ولان الذهب ملعون فما كانش ناوي على خير خالص. وفجأة وهم الكل متجمعين في المركب بتاعهم لقوا تنين مرعب. وفي النهاية عرفوا ان التنين يبقى هو يوستس، لكن لما طمع في الذهب اتحول للمنظر ده لان الذهب كان مسحور. وكاسبيان امر الطاقم بتاعه يناموا في المركب وهو يقعد في الجزيرة مع ادموند ولوسي علشان يشوفوا حل مع يوستس ويجربوا ان هم يعني هيعرفوا يرجعوا بشري تاني ولا لا. وبالليل الفار شاف يوستس وهو بيعيط فصعب عليه وراح له علشان يكلمه شوية ويهون عليه. وتاني يوم اتحركوا علشان يكملوا رحلتهم، لكن لوسي شافت حريات البحر طلعت وبتحاول تحذرها وبتترجاها ترجع وبتقول انها ما تكملش طريقها لانها رايحه لمكان خطر، لكن محدش اهتم وقرروا يكملوا رحلتهم. بس الرياح كانت ضعيفه والمركب رافضه تتحرك، ويوستس قرر يساعدهم وبدا يسحبها بديله، وبصراحه كان منظره جامد وهو بيسحبها بالطريقه دي.
وفضلوا على الحال ده لحد ما وصلوا لجزيرة الشر اللي أول ما دخلوها لقوا فيها طاولة مائدة كبيرة وعليها كل لوردات مملكة نارنيا اللي معاهم باقي السيوف السحرية بتاعت أسلان. ومن الواضح إن اللوردات كانوا ناويين يقضوا على الغاز الأخضر برضو، لكن لما شافوا المائدة فرحوا وكلوا، لكن طلعت عبارة عن فخ، وبكده بقوا قاعدين بالمنظر ده تحت تأثير تعويذة قوية وعايشين لكن مش قادرين يتحركوا. كاسبيان عرف إن الأكل اللي على المائدة هو اللي فيه التعويذة، فنبه الطاقم بتاعه بسرعة هم قبل ما ياكلوه، ولما ركزوا شوية عرفوا ان هي دي مائدة اصلا اللي المفروض يحطوا السيوف السبعة عليها، وما كانش معاهم غير 6 سيوف وحطوهم فوق بعض على المائدة وكانوا محتاجين السيف السابع. وفجأة لقوا ضوء قوي نازل لهم من السماء وتشكل في البنت دي وقالت لهم ان اسمها لينديل بنت راماندو، وان هي اللي هتبقى مرشدة ليهم في طريقهم. وكاسبيان قال لها ايه ده انت جميلة جدا، فقالت له لو هشتت انتباهكم ممكن اغير شكلي، فقال لها بوس ايديك لا، فقالت لهم المائدة دي دلوقتي بقت ملككوا علشان تاكلوا. وقالت لهم الشموع، وان مدن حب اطمن الاول فسالها اللوردات دول حصل لهم ايه، فقالت له كانوا شبه مجانين لما وصلوا هنا وهددوا بعض بالعنف، والعنف ممنوع على مائده اصلا، وعشان كده دخلناهم في حاله سبات وهيفوقوا لما الامور ترجع تستقر تاني. وخدت لوسي وكاسبيان وادموند وراحوا يبصوا على جزيره الظلام المرعبه، وكانت قريبه منهم جدا. وادموند سال البنت دي وقال لها ما تعرفيش ممكن نلاقي السيف السابع فين، فشاورت له على جزيره الرعب مظلمة وقالت له هناك، وسابتهم وتحولت لضوء تاني علشان تطير في الجو. والطاقم كامل اتحرك وراحوا للجزيرة المظلمة وهم الرعب مالي قلبهم، بس كان معاهم تنين هايف وفي فار هو اللي راكب عليه. وبمناسبة انه هايف، اول ما شاف الجزيرة اللي هينزل عليها خاف وقرر انه يلف ويرجع تاني، لكن الفار رفض وقال له لازم نقاتل وما ينفعش ينسحب. انا مش عارف مين اللي لعب في الاعدادات، المهم يعني ان الفار في النهاية شجع التنين ونجح في انه يخليه يتوجه للمعركة. واول ما المركب دخلت لمحيط الجزيرة الدخان بدأ يظهر لكل واحد خيالات وتهيؤات بأكتر الحاجات اللي بيحبها أو بيخاف منها علشان الكل يتشتت وما يبقاش في كامل تركيزه. وفجأة لقوا لورد واقف على الجزيرة ومعاه السيف الأخير ومغيب ومش فاكر إنه لورد أصلا، وكان عاوز يحارب أصحابه لكن التنين ظهر من وراه وشاله ومشي بيه لحد ما رماه في المركب. واللورد لما شاف كاسبيان افتكر انه يبقى ملكه وفرح جدا، لكن قال له ما كانش ينفع تيجي هنا لان الرجوع مستحيل. وكاسبيان امر بانهم يلفوا بالمركب لانهم خلاص خدوا السيف اللي هم محتاجينه. واللورد قال لهم اياكوا تفكروا في الحاجه اللي بتخوفكوا، لان القوه اللي هنا هتتجسد في اي حاجه انتوا بتخافوا منها. وادموند قال احيه انا فكرت خلاص، وراح بسرعه يبص في البحر ولقى كائنات عملاقه بغباوه بتعوم تحت. ولما التنين انقذهم اللورد المجنون بدون ما يكون فاهم اي حاجه فكر ان التنين عدو ليه ورمى عليه السيف بتاعه فاخترق جنبه. ويوستس خاف وهرب بسرعه من المكان، وواحد من الطاقم ضرب اللورد فدخله في غيبوبه علشان يرتاحوا من غبائه. ويوستس لسه بيطير وهو بيتالم من السيف اللي في كتفه ووقع على جزيره منعزله عن كل حاجه. والتعبان البحر العملاق رجع تاني علشان يهاجم المركب، وكان قوي جدا ولف عليها بجسمه كامل وكان بيحاول يعصرها خالص علشان يدمرها، لكن قائد المركب شاف صخرة قدامهم فتوجه ناحيتها بكل سرعته علشان يفحص التعبان فيها، وفعلا تقريبا كده قتلوه. واصلا راح ليوستس وهو قاعد بيودع خلاص، واستخدم قوته السحرية عليه فتقريبا كده قشر التنين من فوقه ورجعه تاني لهيئته الطبيعية. والتعبان لما حس بالهزيمة رجع تاني لكن بشكل اقوى ومرعب اكتر. ويوستس لقى نفسه عند مائدة اصلا ومعاه السيف السابع، فراح بكل سرعته علشان يحطه على باقي السيوف، واصحابه لسه في معركة مدمرة مع التعبان وتقريبا قربوا يغرقوا خلاص. ويوستس لما قرب من السيوف الدخان الاخضر ظهر وراه بسرعة وسحبه، وادموند اتخيل الدخان هو الساحرة البيضاء وفعلا اتشتت لانها دايما موجودة في دماغه، ومن اكتر الحاجات اللي لعبت في دماغه وشتتته علشان ما يقتلش التعبان، فعمل طاقة قوية جدا. وفجأة السيف اللي مع ادموند بقى سيف سحري، المهم انه عرف يقتل التعبان بيه بعد ما طعنه في بقه بكل قوته. التعبان ما قدرش يقاوم سحر الخير، والدخان السحري الاسود اللي على الجزيرة بدأ يروح لان كده السحر اللي في الجزيرة مات، وده طبعا بسبب قوة سحر الخير اللي اصلا حررها وكانت جاية من اتحاد السبع سيوف.
وكل الأسرى اللي كانوا في الجزيرة عرفوا يطلعوا منها، والراجل اللي زوجته اتاخدت منه لقاها وفرح بيها جدا. ويوستس فرح ورجع لأصحابه، والفار فرح بيه جدا ونزل يعوم معاه. ولما النور سيطر على المكان قدروا يشوفوا موطن أصلا، وقرروا إنهم يروحوا يزوروه. والمكان اللي هو عايش فيه شكله جميل جدا، والموج ده أنا مش عارف هو عامل كده ليه بس عجبني. وفجأة لقوا أصلا ظهر من وراهم وشكرهم على اللي عملوه، قال لهم انتوا كده رحلتكم انتهت. ولوسي سألته هو ده موطنك؟ فقال لها لا، موطني ورا المايه دي، ولو حد عاوز يدخل يشوفه يا اهلا، لكن مفيش مجال للتراجع. وكاسبي مفكر يدخل، لكن لما قرب من الموج رجع في كلامه، والفار الفضول كان قتله وقرر انه يدخل علشان يشوف موطن اصلا، وما كانش عنده اي نيه يرجع في كلامه. وودع اصحابه وخد مركب الصغير ودخل للموج علشان يشوف المكان اللي وراه. وانا عارف ان نفسكم تشوفوا المكان، وانا كمان كان نفسي، لكن للاسف المخرج غفلنا. واصلا قال لوسي وادموند دي اخر مغامره ليكم، مش هترجعوا هنا تاني. ولوسي كانت حزينه، لكن اصلا فتح لهم بوابه علشان يعدوا منها للعالم بتاعهم، وكله ودع كله، والحزن سيطر على الموقف لان في وداع كتير. وراحوا بقى دخلوا من بوابه ولقوا نفسهم رجعوا لغرفتهم اللي غرقانه ميه، بس الميه اختفت ورجعت تاني في اللوحه، وكل حاجه رجعت لطبيعتها كان مفيش اي حاجه حصل. واتمنى تكون المشاهده عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.